كده شايفين الشاشة عند شباب؟ تمام، تمام، نبدأ بقى. أولا صباح الخير يا شباب، ثانيا آسف تأخرت عليكم شوية، أنا عارف، بس كان في جزء كده حابب أديهولكم، لأن هتبقى في حاجة كده عليه صغيرة في الأسسمنت، فقلت أظبطهولكم يعني قبل ما نبدأ المحاضرة. الحاجة التانية، احنا ابتدينا المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا في الترانزيانت، وقلنا كده ان الترانزيانت معناه ان درجة الحرارة بتتغير مع التايم، وبيزد عليها كمان كمية الحرارة بتتغير مع التايم. النهاردة ان شاء الله هنكمل في الترانزيانت، بس هنكمل في المالتي دايمنشن. احنا كنا خدنا 3 كيسز المرة اللي فاتت عن وان دايمنشنال ترانزيانت وذ نو هيت جنريشن. اتكلمنا عن الكيس الاولانية اللي هي اللامبد سيستم، وقلنا ان دي اسهل حاجة لان قانونين بيغطوا الموضوع. بعد كده اتكلمنا على sudden change of flow temperature، شفنا الخرائط بتاعت هيزلر بالكوركشن شارت بالخرائط اللي هي بتاعت جروبر. اخر حاجه شفناها اللي هي sudden change of surface temperature، وقلنا ان دي كيس ضعيفه قوي، لكن موجوده ومش هتتحقق او مش هتبقى موجوده غير لو كان اتكلم على infinite plate. النهارده ان شاء الله هنتكلم على المالتي دايمنشن. هناخد المالتي دايمنشنال كله، يعني هناخد 2 3 دايمنشنال؟ لا، في الحقيقه احنا هناخد هم 2 دايمنشنال بس وخلاص، وهنقفل على كده. يعني هي حته صغيره كده وهتلاقي الموضوع خلص، وكمان هناخده بطريقه بسيطه. الطريقه احنا اساسا عارفينها، يعني مش هنعمل زي المرات اللي فاتت. المره اللي فاتت احنا كنا جبنا الهيت كوندكشن ايكويشن وابتدينا نشتغل بيها وطلعت حاجات معقده، فمتخيلين لو انا خدت التعقيد ده ودخلت عليه كمان 2 دايمنشنال هيبقى الموضوع صعب جدا. فاحنا النهارده هنتكلم عن التو دايمنشنال ترانزيانت كوندكشن بس بطريقه بسيطه، طريقه بسيطه اللي هي طريقه الخرايط بتاعت هيزلر. هنتكلم ازاي بطريقه الخرايط؟ احنا كل اللي احنا عملناه المره اللي فاتت ان احنا اتكلمنا على وان دايمنشنال. في الحقيقه لقينا ان في طريقه بسيطه خالص ممكن تتكلم على التو دايمنشنال. الطريقه ديت بيسموها كده السوبر بوزيشن ابروتش، او طريقه السوبر بوزيشن، او البرودكت سوليوشن. طريقه البرودكت سوليوشن بيعمل ايه فيها؟ طريقه البرودكت سوليوشن كل الفكره ان انت لو عايز تتكلم على تو دايمنشنال زي مثلا شورت سلندر، شورت سلندر ديت تعتبر تو دايمنشنال. عايز اجيب درجه الحراره بس هبتدي اتحرك في اتجاهين، يعني اشوفها في اتجاه اكس بكام وفي اتجاه واي بكام، خلاص؟ يعني اشوف المكان النقطه بالظبط في اتجاه اكس وفي اتجاه واي بكام، او في اتجاه ار وفي اتجاه ثيتا بكام، وهكذا. فهنشوف الكلام ده بطريقه بسيطه خالص اسمها البرودكت سوليوشن. بتعمل ايه البرودكت سوليوشن؟ البرودكت سوليوشن بتتعامل معاها زيها زي هيزلر بالظبط، هي طريقه هيزلر في نفس الخرائط، بس كل الفكره انك هتعتمد ان الاشكال اللي انت هتتعامل معاها هي اشكال عباره عن سوبر بوزيشن او تجميع او تقاطع لشكلين مع بعض. تقاطع لشكلين من اللي احنا درسناهم مع بعض، يعني ايه؟ يعني احنا جينا كده لما درسنا في الخرائط بتاعت هيزلر، احنا قلنا ان احنا نتكلم عن ثلاث حالات. الثلاث حالات دول اللي هم الانفاينايت بليت، انفاينايت سلندر، والسفير. هم دول الثلاث حالات. لو انا هتكلم على التو دايمنشنال هشوف الحاجه اللي انا عايزها ديت بتتكون من شكلين من دول، هتتكون منهم ازاي؟ تعالوا نشوف. ناخد مثلا حاجه زي الشورت سلندر،
خلينا نتكلم في الشورت سيلندر اللي احنا خدوا بالكم كنا بنتكلم عليها المره اللي فاتت. انت كده كنت بتتكلم على حاجه اسمها وان دايمنشنال، كنت بتتكلم على انفاينايت سيلندر. المره دي انت بتتكلم على شورت سيلندر زي اللي قدامي دي، عايز درجه حراره وليكن اسمها تي اوف ار واكس وتي. يعني ايه ار واكس وتي؟ يعني عايز تبعد مسافه معينه من السنتر لاين، مسافه اسمها ار، وعايز تبعد من السنتر لاين اللي هو قسم لي السلندر ديت نصين، وليكن هنا في سنتر لاين تاني عمودي على السنتر لاين اللي احنا عارفينه. لو في سنتر لاين هنا في النص هتبتدي تطلع عليه مسافه اسمها اكس لفوق، يعني عايز نقطه ما هنا. النقطه دي بتبعد عن السنتر لاين اللي هو بتاع ار، عند ار بزيرو هنسميه كده ار، وهيبعد عن السنتر لاين اللي هو بتاع اكس بزيرو او نسميها واي مثلا، عند واي بزيرو هتبعد عنها مسافه اسمها واي، وعند تايم اسمه تي. طيب قال لي هتكونها ازاي الشورت سيلندر دي؟ قال لي هتكون الشورت سيلندر ديت بطريقه بسيطه خالص. ايه هي؟ قال لي الشورت سيلندر ديت هتجي لك من تقاطع حاجتين، تقاطع انفاينايت سيلندر مع تقاطع انفاينايت بليت. ايه رايكم؟ تخيل كده شكل، ادي شكل السيلندر وادي شكل البليت. لو قطعت السيلندر دي مع البليت دي هيطلع لك السيلندر الصغيره دي. طيب مش حضرتك تقدر تجيب لي، لو انا بتكلم على انفاينايت سيلندر بس، تقدر تجيب لي درجه الحراره عند اي نقطه اسمها ار؟ تمام. طب لو بتتكلم، على انفاينايت بليت ليه سيكنس اسمه ايه؟ خدوا بالكم ليه سيكنس اسمه ايه، يعني ليه برضه سنتر لاين في النص هنا اللي هو نفس السنتر لاين بتاع الشورت سيلندر. لو انا انفاينايت بليت زي الشكل ده وليه سيكنس اسمه ايه، تقدر تجيب لي درجه الحراره عند اي نقطه، بعيده عن السنتر لاين؟ اقدر اجيبها. طيب قال لي الموضوع بقى بسيط خالص، لانك لو قطعت الشورت سيلندر دي او سوري الانفاينايت سيلندر دي مع الانفاينايت بليت هتقدر تجيب درجه الحراره عند اي نقطه من اتجاه ار او بعيده عن ار بمسافه من الانفاينايت سيلندر، وتقدر تجيب درجه الحراره بعيد عن اي نقطه من السنتر لاين اللي هو بتاع الانفاينايت بليت، وليكن هنسميه اكس او هنسميه ار زي ما انت عايز، او هنسميه واي هتسميه زي ما انت عايز. ابعد عن المنطقه دي، يعني انا عايز نقطه هنا، فدي بتبعد عن الار بمسافه معينه، دي هجيبها بالنسبه للسلندر. وبتبعد عن السنتر لاين من هنا مسافه تانية هنسميها اكس، يبقى هجيبها من الانفاينايت بليت. لو ضربت الاثنين دول في بعض تجيب درجه الحراره بتاعت الشورت سلندر عند النقطه دي بكام؟ يبقى لو عايز ال T of R و X و T minus T infinity على T initial minus T infinity، دي هتساوي ال T of X و T minus T infinity على T initial minus T infinity، يعني هتجيب مكان النقطة بالنسبة للإنفاينايت بليت زي ما أنت عايز أهو، ال T of X و T minus T infinity على T initial minus T infinity، ده بالنسبة للبلين وول، وهتضربها في درجة الحرارة اللي هي عشان كده سميناها البرودكت، خدوا بالكم. هنضربها في درجة حرارة اسمها T of R و T minus T infinity على T initial minus T infinity بالنسبة للإنفاينايت سلندر. يعني تاني كل اللي أنا بعمله بدور النقطة دي فين بالنسبة للسنتر بتاع السلندر. خلاص؟ السنتر اللي هو الخط اللي قدامي ده. وفين من السنتر بتاع البليت؟ آدي البليت. شوف النقطة ديت فين بالنسبة للسلندر، السنتر بتاع البليت. عند نقطة ما هنا هتضرب درجة الحرارة اللي هتجيبها من السلندر ودرجة الحرارة اللي بتجيبها من البليت، يطلع لي درجة الحرارة بتاعت ال T of R و X و T minus T infinity على T initial minus T infinity. لو أنا اعتبرت، خدوا بالكم لو أنا بتكلم على infinite cylinder، خلينا ناخد في دي مثلا المنطقة دي، زي ما كنا بنعمل المرة اللي فاتت، كنت بتقول إيه؟ كنت بتقول انت عايز تجيب درجة الحرارة عند السنتر لاين بتجيبها من هيزلر. طب عايز تجيب عند اي نقطة تانية كنت بتجيبها من الكوركشن شارت. ولو تفتكروا كده لما جيت قلت لكم في الكوركشن شارت قلت لك ده بيديك درجة الحرارة بس معتمد على درجة حرارة السنتر لاين. يعني بيديني درجة الحرارة ازاي؟ كان بيديني T of R و T minus T infinity على T of 0 و T minus T infinity. طيب انا مش عندي كده هنا، يعني درجة الحرارة اللي أنا هجيبها من الكوركشن تشارت ما هياش دي، ودرجة الحرارة اللي أنا هجيبها من الهيزلر تشارت برضه ما هياش دي. طب أمال دي إيه؟ ده حاصل ضرب درجتين الحرارة اللي هي الرقم اللي بتجيبه من هيزلر في الرقم اللي بتجيبه
من الكوركشن تشارت، يعني تي اوف ار وتي ماينس تي انفينيتي على تي انيشال ماينس تي انفينيتي، حضرتك تجيبه من الارقام اللي هي تي اوف 0 وتي ماينس تي انفينيتي على تي انيشال ماينس تي انفينيتي في تي اوف ار وتي ماينس تي انفينيتي على تي اوف 0 وتي ماينس تي انفينيتي. يعني يعني لو انا بتكلم على شورت سيلندر او سوري على انفاينايت سيلندر، انفاينايت سيلندر ديت حضرتك بتجيب عند اي نقطه تانية غير السطح، عايز تجيب درجه حراره هنسميها تي اوف ار وتي ماينس تي انفينيتي على تي انيشال ماينس تي انفينيتي، هتطلع درجه الحراره عند السنتر لاين اللي هي تي اوف 0 وتي ماينس تي انفينيتي على تي انيشال ماينس تي انفينيتي، بدل ما هنسميها بالاسم الكبير ده هتطلع رقم من الخريطه بتاعت هيزلر اللي هو اللي انا لسه قايله ده، هنسميه اكس كاب، هنسميه اكس كاب خلاص، وتطلع رقم من الكوركشن تشارت اللي هو احنا قلنا تي اوف ار وتي ماينس تي انفينيتي على تي اوف 0 وتي ماينس تي انفينيتي، الرقم اللي هتطلعه من الكوركشن تشارت ده هنسميه واي كابيتال، هنسميه واي كابيتال. خدوا بالكم من الكلام، زمايلكم اللي بياخدوا المحاضره في الكليه فهموا الحته دي. فهنقول كده اهوت ان تي اوف ار وتي ماينس تي انفينيتي على تي انيشال ماينس تي انفينيتي هي نفسها الاكس كابيتال في الواي كابيتال، اتفقنا؟ يبقى لكل حاجه بقى، لو انا بتكلم على شورت سيلندر عايز تي اوف ار واكس وتي ماينس تي انفينيتي على تي انيشال ماينس تي انفينيتي، هتضرب الاكس في الواي بالنسبه للبلين وول في الاكس في الواي بالنسبه للانفاينايت سيلندر خلاص. او لو انت مش فاهم المنطقه دي او الحته دي بلاش منها خالص، هتيجي تقول ان تي اوف ار واكس وتي ماينس تي انفينيتي على تي انيشال ماينس تي انفينيتي، هتجيب درجه الحراره بالنسبه للبلين وول فين بالظبط اللي هي تي اوف اكس وتي ماينس تي انفينيتي على تي انيشال، بس خد بالك انها على تي انيشال ماينس تي انفينيتي بالنسبه للبلين وول، مضروبه في درجه الحراره بالنسبه للسلندر، يعني بتبعد قد ايه من السنتر لاين بتاع السلندر اللي هي تي اوف ار وتي ماينس تي انفينيتي على تي انيشال ماينس تي انفينيتي بالنسبه للانفاينايت سلندر. طب هتجيبها ازاي دي؟ هتضرب درجتين الحراره، يعني عشان اجيب درجة الحرارة عند x و t ماينس تي انفينيتي على t انيشال ماينس تي انفينيتي، حضرتك مضطر تجيب رقم من الخريطة بتاعت هيزلر وتجيب رقم من الخريطة بتاعت الكوركشن تشارت وتضربهم في بعض عشان يطلع لي القيمة اللي هي دي، ونفس الكلام بالنسبة للانفاينايت سيلر. لغاية هنا حد عنده مشكلة يا شباب؟ هاي يا باشمهندسين شباب، طب انتوا معايا اساسا؟ دكتور ازاي هنجيب درجه الحراره ونجيب درجه الحراره من كوركشن؟ ممكن حاجه تفكرنا بيها كده؟ من الخريطه بتاعت هيزلر كنت بتخش بحاجتين، كنت بتخش بالبايو نمبر والفورير نمبر، معاك البايو والفورير تخش في الخريطه بتاعت هيزلر تجيب درجه حراره اسمها تي 0 تي ماينس تي انفينيتي على تي انيشال ماينس تي انفينيتي، اللي بجيبها من هيزلر على تي انيشال على طول، انما المشكله في اللي انا بجيبها من الكوركشن، احنا قلنا لو انا بعوز اجيبها عند اي نقطه تانية غير السنتر لاين بروح هتجه للكوركشن تشارت. الكوركشن تشارت كنت بتخش فيها بالبايو نمبر والحاجه التانية اللي هي الزيتا، تخش بالبايو نمبر والزيتا كنت بتجيب درجه حراره اسمها تي اوف ار، لو انا بتكلم على انفاينايت سيلندر تي اوف ار وتي ماينس تي انفينيتي على تي 0 وتي ماينس تي انفينيتي. طيب انا عايز الرقم على طول يطلع تي اوف ار وتي ماينس تي انفينيتي على تي انيشال ماينس تي انفينيتي، فالرقم اللي بجيبه من الهيزلر هضربه مع الرقم اللي بجيبه من الكوركشن تشارت فيطلع لي اللي هو تي اوف ار وتي ماينس تي انفينيتي على تي انيشال ماينس تي انفينيتي، نفس الكلام بالنسبه للبلين وول، اتفقنا؟ تمام. حد عايز يسال في حاجه ثانيه يا شباب؟ دي لو انا بتكلم على شورت سيلندر عايز اجيب تي اوف ار واكس وتي او تي اوف ار واي وتي. الكيس الثانيه لو انا بتكلم على بار، البار دوت انفاينايت بار ابعاده ايه في ايه؟ الانفاينايت بار ده قال لي خد بالك الانفاينايت بار ده هتجيبه عباره عن تقاطع تو بلين وولز، يعني هتجيب بلين وول راسيه بالشكل ده ليها سيكنس اسمه ايه، وبلين وول افقيه السيكنس بتاعها اسمه بي، وهتقاطع الاثنين مع بعض هيطلع لك البار اللي قدامك ده، الكروس سكشنال اريا بتاعته اسمها اف بي والطول بتاعه انفاينايت.
طب انا عايز درجه الحراره عند نقطه ما على اتجاه اكس، خد بالك نقطه ما على اتجاه اكس يبقى ده البار اللي هو بتاع ايه، ونقطه ما على اتجاه واي ده البار اللي ليه سيكنس اسمه بي. فهتقول كده هوت ان تي اوف اكس واي وتي ماينس تي انفينتي على تي انيشال ماينس تي انفينتي هتساوي سيتا، خد بالك سيتا اللي هي تي اوف اكس وتي ماينس تي انفينتي على تي انيشال ماينس تي انفينتي، بالنسبه للوول اللي هي السيكنس بتاعها ايه مضروبه في سيتا اللي هي هتشوف هتبعد مسافه قد ايه اسمها واي بس على السيكنس اللي اسمه بي، خدوا بالكم اللي هي هتبقى تي اوف واي وتي ماينس تي انفينتي على تي انيشال ماينس تي انفينتي بالنسبه للبليت اللي اسمه بي. فتبقى جبت درجه الحراره اللي اسمها تي اوف اكس واي وتي ماينس تي انفينتي على تي انيشال ماينس تي انفينتي. اتفقنا لغايه هنا؟ حد عنده مشكله؟ تمام يا شباب. يبقى كل اللي انا بعمله بتجيب درجه الحراره بالنسبه للحاجه الاولانيه وتضربها في درجه الحراره بالنسبه للنقطه الثانيه. يعني لو عايز درجه الحراره، نفترض كده ان انا عايز درجه الحراره عند نقطة ما هنا عند على السنتر لاين بتاع ايه اهي، بس على السطح من فوق يعني على سطح البار هنا. فبالنسبة لايه انا واقف عند السنتر لاين، يبقى هجيب درجة الحرارة من هزلر على طول اللي هي تي اوف زيرو وتي ماينس تي انفينتي على تي انيشيال ماينس تي انفينتي، ده بالنسبة لايه. طيب بالنسبة بقى للبي، بالنسبة للبي انت واقف فين يا باشمهندس؟ انا مش واقف في السنتر لاين، بالنسبة للبي انا واقف فين؟ عند السطح هنا اهو. فهجيب تي اوف واي وتي ماينس تي انفينتي على تي انيشال ماينس تي انفينتي. هتجيبها ازاي تي اوف واي وتي؟ هتجيب تي زيرو وتي بالنسبه للبلين وول اللي هي السكنس بتاعها بي، وتضربه في درجه الحراره الثانيه اللي هي هتجيبها من الكوركشن شارت بالنسبه برضو للبلين وول اللي هي بي، وتطلع منها درجه الحراره. الاثنين دول تطلع منهم درجه الحراره اللي هي سيتا اوف واي وتي، تضرب دي في بتاعه اللي هي البلين وول اللي هي ايه، يبقى جبت لي درجه حراره اسمها تي اوف اكس واي وتي ماينس تي انفينتي على تي انيشال ماينس تي انفينتي. اتفقنا؟ يعني يا دكتور لو يعني لو هي في على السنتر لاين بنجيب من هزلر على طول، مش شرط ان احنا نخش على مش هحتاج اجيب من الكوركشن شارت، مش هحتاج اجيب من الكوركشن شارت. المهم ان انا درجه الحراره اللي انا محتاجها درجه الحراره بالنسبه، يعني لو بالنسبه للول اللي هي بتاعت ايه، بالنسبه للول اللي هي بتاعت ايه هتجيبها تي اوف اكس وتي ماينس تي انفينتي على تي انيشيال ماينس تي انفينتي. جبتها بقى من الكوركشن شارت مع الهزلر، جيبها جبتها من هزلر بس تمام. يعني لو انا واقف عند السنتر لاين يبقى هزلر بس كفايه، لو انا واقف بعيد عن السنتر لاين بالنسبه طبعا للبلين وول اللي اسمها ايه، يبقى هضطر اروح للكوركشن شارت واضرب الرقمين اللي جايبهم في بعض عشان اجيب التي اوف اكس وتي ماينس تي انفينتي على تي انيشيال ماينس تي انفينتي. اتفقنا؟ ونفس الكلام بالنسبة للول اللي هي السكنس بتاعها بي. خلاص؟ حد عايز يسأل في حاجة تانية يا شباب؟ طيب آخر حاجة بقى في الجزئية اللي هي بتاعت التو دايمنشنال، لو أنا بقى عايز أحسب كمية الحرارة هتحسبها إزاي؟ لو أنا عايز أحسب كمية الحرارة، إحنا قلنا تقاطع شكلين هنسميهم واحد واثنين، خدوا بالكم، عايز تسميهم سيلندر وبليت سميهم، عايز تسميهم بليت A وبليت B سميهم زي ما أنت عايز، مهم ان انا عندي شكلين. فهقول ان كيو على كيو ماكسيمم اللي هي التوتال بتاعت التو دايمنشنال هي كيو على كيو ماكسيمم بالنسبه للشكل الاولاني زائد كيو على كيو ماكسيمم بالنسبه للشكل الثاني في 1 ناقص كيو على كيو ماكسيمم بالنسبه للشكل الاولاني، هو قانون واحد هتطبق فيه. كيو على كيو ماكسيمم التوتال للتو دايمنشنال هي كيو على كيو ماكسيمم بالنسبه للشكل الاولاني، يعني لو بتكلم على الانفاينايت على سوري شورت سيلندر، لو اعتبرت ان السيلندر هي واحد والبليت هو اثنين، فهقول كده هو كيو على كيو ماكسيمم بالنسبه للانفاينايت سيلندر زائد كيو على كيو ماكسيمم بالنسبه للانفاينايت بليت في واحد ناقص كيو على كيو ماكسيمم بالنسبه للانفاينايت سيلندر. تقدر تطلع منها كيو على كيو ماكسيمم التوتال للتو دايمنشنال او للشورت سيلندر ديت تطلع بكام. اتفقنا؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ ها يا باشمهندسين. تمام. لغاية هنا شباب احنا خلصنا الشابتر اللي هو بتاع الترانزينت، ما عنديش حاجة تانية، يعني كده احنا خلصنا الجزء بتاعنا تماما. هديكم بس جزء بسيط كده عشان هيخش الجزء دوت او هتعرضوا ليه كده في مسألة صغيرة في الاسسمنت، خلينا نبقى فاهمينها الكونسبت ده كمان يمكن تحتاجوه قدام شوية في اي حاجة تانية. الكونسبت اللي احنا هنتكلم عليه، في حاجة تانية كانت ناقصة،
ليه لو طلبت منك درجة حرارة، خلينا لسه نرجع لشابتر 3 تاني اللي هو الترانزيت، لو طلبت منك درجة حرارة اسمها الافريج تمبرتشر، عشان بس تبقوا فاهمين قصة الافريج تمبرتشر دي بتتحسب ازاي. لو طلبت منك درجة حرارة اسمها الافريج تمبرتشر، الافريج تمبرتشر ما هياش درجة الحرارة الانيشال زائد درجة الحرارة اللي انت جبتها على 2 خالص. يعني هتقول لي انا عندي الانيشال تمبرتشر ودرجة الحرارة مثلا بعد دقيقتين، فتيجي تقول لي ان الافريج تمبرتشر هي مجموع الانيشال زائد درجة الحرارة اللي جبتها بعد دقيقتين على الاثنين. لا، الكلام ده مش مظبوط. الافريج تمبرتشر بتحسبها ازاي في الترانزيانت؟ الافريج تمبرتشر بتقول كده ان كيو من 0 لتي على كيو ماكسيمم، كيو من 0 لتي على كيو ماكسيمم بتساوي التي انيشال ماينس التي افريج على التي انيشال ماينس التي انفينيتي. طبعا بيبقى معايا تي انيشال وتي انفينيتي، فاقدر احسب التي افريج دي مباشره. تاني، الكيو من 0 لتي على كيو ماكسيمم بتساوي تي انيشال ماينس التي افريج على تي انيشال ماينس تي انفينيتي، فتقدر تطلع منها التي افريج على طول مباشره. اتفقنا؟ طيب اخر حته زي ما قلت هناخد جزء كده، هو المفروض كان الجزء دوت يتاخد في شابتر 1، يعني ما بنقولوش لانه ملوش اهميه بالنسبه لي في الوقت الحالي، انما بتبقى بتظهر اهميته قدام شويه في حاجه اسمها الهيت اكسشنجر، وده برضو مش عليكم، يعني الجزئيه دي مش عليكم ان انتوا تدرسوها. لكن في مسائل، في بعض المسائل مش هتتحل غير بالكونسبت اللي هقوله دلوقتي، زي مساله كده هتلاقوها في الاسسمنت وقع في الجزء اللي هو بتاع بارت 3 اللي هو بتاع الترانزيت، هتلاقي مش عارف تشتغل في المساله الا لو عرفت الكونسبت اللي احنا هنقوله دلوقتي ده. خلاص، الكونسبت ده بيتكلم عن ايه؟ الكونسبت ده بيتكلم عن حاجه اسمها الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت. اوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت، احنا خدنا حاجه اسمها الكونفكشن هيت ترانسفير كوفيشنت. ايه بقى هو الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت دي؟ تعال ناخدها واحده واحده. لو انا بتكلم على كومبوزيت وول بالشكل اللي قدامي ده، الكلام ده بتاع شابتر 1 انا عارف. الكومبوزيت وول ديت متكونه من 3 طبقات عليها كونفكشن من ناحيه اليمين عند تي انفينيتي 1 وانش 1، عندها كونفكشن ناحيه الشمال، او سوري من ناحيه الشمال تي انفينيتي 1 وانش 1، من ناحيه اليمين عند تي انفينيتي 4 واتش 4. عايز تحسب كميه الحراره، فبترسم الثيرمال سيركت زي الشكل اللي قدامي ده، بتقول ادي تي انفينيتي 1 عندي 5 ريزيستنس، الريزيستنس الاولانيه كونفكشن اللي هي 1 على اريا في اتش 1، الريزيستنس الثانيه اللي هي بتاعه الطبقه بتاعه ايه اللي هي ال اي على كي اي في الاريا، الريزيستنس الثالثه اللي هي ال بي على كي بي في الاريا، الريزيستنس الرابعه اللي هي ال سي على كي سي في الاريا، بعد كده بره عندي كونفكشن اسمه 1 على اتش 4 في الاريا. ده شكل الثيرمال سيركت اللي انا عايزه. لو بتحسب كميه الحراره بتقول تي انفينيتي 1 ماينس تي انفينيتي 4 على مجموع الثيرمال ريزيستنس اللي هي 1 على اتش 1 في الاريا زائد ال 1 على كي 1 في الاريا زائد ال بي على كي بي في الاريا زائد ال سي على كي سي في الاريا زائد 1 على اريا في اتش 4. خلاص، الكلام ده اللي احنا عارفينه عادي جدا. بيظهر لي كونسبت جديد، انك بدل ما تقعد تدور على القصه دي كلها على بعضها، بقدر اخلي كميه الحراره اللي ماشيه زي القانون بتاع نيوتنز لو اوف كولينج، وهقول كده هوت ان الكيو اللي ماشيه في اتجاه اكس هي يو في الاريا في الدلتا تي. ايه هي اليو دي؟ اليو ده هنسميه الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت. اوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت، مش انت عندك كانت الكيو ايا كانت شكلها هتبقى دلتا تي على سيجما ار، دلتا تي على سيجما ار، هنحول القانون ده بدل ما هو دلتا تي على سيجما ار هنسميه كده هوت الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت في الاريا مضروب في الدلتا تي، وبالتالي يبقى اليو في الاريا هي عباره عن 1 على سيجما الار. اليو في الاريا هي عباره عن 1 على سيجما الار، صح كده؟ فتبقى اليو بتاعتي هي 1 على ار توتال في الاريا، 1 على ار توتال في الاريا، فتطلع اليو ديت بتساوي ايه؟ اليو دوت اللي هو المفهوم بتاع الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت. يعني حضرتك هتحول المساله كلها لقانون واحد اسمه يو في اريا في دلتا تي، واليو ده تجيبه ازاي؟ هو 1 على ار توتال في الاريا. خلاص، 1 على ار توتال في الاريا تجيبها ازاي؟ يعني هتضرب الاريا في الترم اللي تحت ده كله، فلما تضرب الاريا في الترم اللي تحت ده كله هيطلع لك ان يو هي عباره عن 1، الريزيستنس تحت هتتشال منها الاريات اللي هي تبقى 1 على اتش 1 زائد ال اي على كي اي زائد ال بي على كي بي زائد ال سي على كي سي زائد 1 على اتش 4. ده كده المفهوم بتاع اليو. حضرتك تقدر تحول
اي بلين وول بالمفهوم بتاع اليو ده، تجيب واحد على سيجما الار مضروبه في الاريا، وبعد كده عايز تجيب الكيو اكس، يا تضرب اليو في الدلتا تي على طول وتجيبها بريونت اريا، يا اما تضرب اليو في الاريا في الدلتا تي وتجيب كيو اكس بالوات على طول. اتفقنا؟ ده بالنسبه للبلين وول. طيب لو طبقت المبدا ده على السلندريكال، وفي الحقيقه السلندريكال هو الاهم، خلاص السلندريكال فيه لخبطه شويه، السلندريكال هتطبقه عليه ازاي؟ نفس الكلام، لو انت عندك سلندريكال وول بالشكل اللي قدامي ده، عندي كونفكشن جوه وبره، فهتقول كده هو الريزيستنس الاولانيه كونفكشن اللي هي واحد على اتش واحد في الاريا واحد اللي هي 2 باي ار واحد في ال، الثانيه الريزيستنس بتاعت كوندكشن في سلندر اللي هي لين ار 2 على ار واحد على 2 باي كي اي في ال، الريزيستنس الثالثه لين ار 3 على ار 2 على 2 باي كي بي في ال، الريزيستنس الرابعه لين ار 4 على ار 3 على 2 باي كي سي في ال، الريزيستنس الخامسه اللي هي واحد على اتش 4 2 باي ار 4 في ال. خد بالك لو انا حبيت اطبق، طبعا القانون بتاع الكيو ما فيهوش مشكله، هو دلتا تي تي انفينيتي 1 ماينس تي انفينيتي 2 على مجموع الثيرمال ريزيستنس اللي احنا لسه قايلينه، بس لو انا حبيت اطبق المبدا ده هتقول لي كده هو ان تي انفينيتي 1 ماينس تي انفينيتي 4 على سيجما الار توتال او على سيجما ار ثيرمال هتبقى بتساوي اليو في الاريا في تي انفينيتي 1 ماينس تي انفينيتي 4. طيب اني اريا؟ خد بالك في البلين وول ما كانش عندي مشكله في الاريا، لان الاريات بالنسبه لي واحده، الاريات بالنسبه لي واحده، انما في السلندريكال وول الاريات بالنسبه لي مش واحده، اريا واحد غير اريا 2 غير اريا 3 غير اريا 4. يعني ايه؟ يعني لو عايز اقول اريا واحد، يعني اقول يو واحد في اريا واحد اللي هي الاريا الداخليه، يبقى لازم اقول يو واحد. طب هتجيبها منين اليو واحد دي؟ يعني لو هتاخد اريا واحد اللي هي 2 باي ار واحد في ال، فهتقول ان اليو واحد هي واحد على ار توتال في اريا واحد، واحد على ار توتال في اريا واحد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هتيجي على كل ريزيستنس هنا اهو وتضربها في اريا واحد، يعني هتبقى فوق هنا اهوت اريا واحد على 2 باي ار واحد ال في اتش واحد، طبعا 2 باي ار واحد ال دي هي نفسها الاريا واحد، فالترم الاولاني ده هيطلع واحد على اتش واحد، انما الترم الثاني هيطلع باريا واحد لين ار 2 على ار واحد على 2 باي كي اي في ال، الترم الثاني هيتضرب في اريا واحد، الترم الثالث هيتضرب في اريا واحد، الترم الرابع هيتضرب في اريا واحد على 2 باي ار 4 في ال في اتش 4. اتفقنا؟ فيبقى اليو واحد هي واحد على ار توتال في اريا واحد. وبالنسبه لنا، بالنسبه لي تاخد اريا واحد تاخد اريا 2 تاخد اريا 3 تاخد اريا 4 كله متساوي، المهم ان زي ما هتحط هنا اريا واحد هتخلي دي يو واحد، وتبقى اليو واحد هي واحد على ار توتال في اريا واحد. طب لو خدت دي اريا 2 هتبقى دي يو 2، وتبقى اليو 2 بتساوي 1 على ار توتال في اريا 2. طب خدتها اريا 3، لو خدتها اريا 3 هتبقى يو 3، وتبقى اليو 3 بتساوي 1 على ار توتال في اريا 3، وهكذا. اليو 1 في اريا 1 هي نفسها اليو 2 في اريا 2، هي نفسها اليو 3 في اريا 3، هي نفسها اليو 4 في اريا 4، اللي هي بتساوي ايه في الاخر؟ بتساوي 1 على سيجما الار توتال، 1 على سيجما الار، واحد على سيجما الار. حد عنده مشكله يا شباب في الكونسبت ده؟ كل الناس فاهمه احنا عملنا ايه؟ هو دكتور بعد كده نجمعهم ولا حاجه ولا خلاص هي كده اليو؟ لا خلاص، لو حضرتك جبت اليو واحد تضرب يو واحد في اريا واحد في تي انفينيتي واحد ماينس تي انفينيتي 4 يبقى جبت الكيو توتال بكام. بس يعني طريقه تانية للحساب، بدل ما افضل اعمل القانون اللي شكله كبير ده كله، بتحسب اليو لوحدها وبعد كده تضربها في الاريا في تي انفينيتي 1 ماينس تي انفينيتي 4 يبقى جبت منها كيو على طول. ماشي؟ هتبان بس قدام شويه ان انا كنا متعودين ان البايو نمبر هو، او مثلا البايو نمبر اتش في ال كاركترستيك على كي، صح كده؟ فكل اللي احنا هنعمله بدل ما هعمل كده، بدل ما اخليها بمبدا الاتش هخليها بمبدا اليو، لو انا الجسم بتاعي فيه طبقات يعني فيه كذا طبقه، بدل ما استخدم البايو نمبر اتش في ال سي على كي، لا هستخدمه يو في ال سي على كي. اتفقنا؟ يعني كونسبت هتحتاجه بس في حاجه بسيطه، انما تقدر تشتغل بيه طبعا في اي حاجه تانية، يعني في اي مسائل تانية تقدر تشتغل بنفس الكونسبت، بس ما دام انت متعود على العادي خليك على العادي، ده كونسبت بس عشان تبقوا فاهمين يعني ايه اوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت. خلاص دكتور، هو
دلوقتي لو احنا عوضنا يعني باليو 1 هنعوضنا في قانون الكيو، هو هتبقى 1 على الار توتال في اريا 1، هتكون تمام. مضروبه بعد كده في اريا 1 صح؟ اه وبعدين طبعا في اه طب طبعا. مش كده الاريا هتروح مع الاريا، فيتبقى لنا بقى اه ما انا عشان كده بقول لك، لو انا بقى عايز احسبها، لو قلت يو 1 في اريا 1 على طول على بعضها، هي واحد على سيجما الار توتال، هي واحد على سيجما الار توتال زي ما انت جايبها كده بالظبط. اتفقنا؟ تمام بس يعني تمام مش شرط اضرب، مش شرط يحسب يو واحد لوحدها وارجع اضرب في اريا واحد، يعني عشان ما تتلخبطش انا بس بفهمك، لان المبدا ده في جزئيه كده هو اسمها الهيت اكستشينجر، لو حد منكم تعرض لها بعد كده مش هينفع اخد يو لوحدها، لازم اخد يو انر او يو اوتر. فاهم قصدي؟ فيو انر او يو اوتر يبقى لازم هتجيب اليو لوحدها، لازم مش هينفع تستخدم من غيرها. خلاص. انما هنا بعدين نضربه في الاريا، وبعدين نضربه في بالنسبه لي الاريا انا بعد. الموضوع بسيط، يو واحد في اريا واحد هي واحد على سيجما. مظبوط. اه تمام. ماشي. حد عنده اسئله تانية يا شباب؟ طيب بالتوفيق يا شباب. انا دي كانت اخر محاضره بالنسبه لي الاسبوع الجاي، ان شاء الله هيكون الميد تيرم. الاسبوع ده احنا اتفقنا على يوم الاربع هيكون فيه كويز، يوم الاربع الكويز بتاعكم، هناخد الكويز، ويوم الجمعه اعتقد يوم الجمعه الميد تيرم بتاعكم، صح يا شباب؟ ايوه يا دكتور. تمام. يوم الجمعه يبقى الميد تيرم، بعد كده او بعد الاسبوع بتاع الميد تيرم ان شاء الله هيكون اللي معاكم دكتور جميل، هو اللي هيكمل معاكم، هيكمل معاكم بقى الجزئيه بتاعت الفري كونفكشن والفورس كونفكشن والراديشن. اتمنى تكونوا فهمتوا كل اللي انا شرحته، اللي عنده اي مشكله هيقدر يرجع لي تاني في المعمل، لان انا معاكم طبعا على طول في المعمل، يعني هتشوفوني في المعمل باستمرار. اللي عنده اي مشكله حتى لو في جزء دكتور جميل انا برضو موجود في المعمل، يعني لو في حاجه مش فاهمها تقدر ترجع لي. ما اعتقدش ان انتوا هتعرفوا تشوفوا دكتور جميل في الكليه الا لو انتوا متفقين معاه على ميعاد وهو هيروح لكم فيه، غير كده يعني لو في حاجه تانية وانت مستعجل ممكن تسالني فيها في المعمل، مفيش مشكله. اتفقنا؟ حد عنده مشكله في اللي احنا قلناه كله يا شباب من اول الترم لغايه لما النهارده؟ تمام يا دكتور. يعني يا شباب بالتوفيق ان شاء الله، والسنه الجايه يعني اتمنى ان انتوا كلكم تجيبوا تقديرات كويسه، والسنه الجايه تعدوا بقى المرحله دي خالص وتخشوا في المرحله اللي بعدها.